بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي خليل بن لحو من مدينة قصر كبير، أسكن وأقطن في حي ولاد حميد، كندرس القرآن الكريم لكتاب إمام نافع، التابع لجمعية الوفاء لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية حاليا. منذ 2012 وانا كندرس القرآن الكريم وعلومه الشرعية ولله الحمد، واستطعت الحمد لله المجهودات اللي كنقوم بها بفضل الله سبحانه وتعالى حتى خرجنا من هذا الكتاب حفظ لكتاب الله، منهم أنتم ترون منهم ابني أسامة الخليل حفظه الله لي، وفاطمة الزهراء الخليل حفظه الله لي، وكذلك محمد الخليل حفظه الله لي. هذا لا زال يتابع دراسته قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى باش يختم السلكة الأولى محمد الخليل حفظه الله لي، ونتمنى التوفيق لأولاد المسلمين. بالنسبة للنظام، النظام اللي كيعرفوا يعني الكتاب، النظام اللي كنقوموا به من ناحية القراءة ومن ناحية الأجراء ومن ناحية من ناحية يعني الوقت اللي كتقراو فيه. نعم، الوقت كنبداو من صلاة الصبح، كنبداو من قبل الدراري اللي كيمشيو للمدرسة، يلاه كنصليو صلاة الصبح بطريقة قديمة، الطريقة ديال المساجد القديمة. كنبداو نراجعوا معاهم الحزب الجديد، ثم كيمحيوا الالواح ديالهم، ثم كيسالفوا المسائل وكيمشيو بحالهم للمدرسه. كيقراو، ولما كيقراو شي في الصباح الخاوي ثاني كيجيو الوقت الخاوي ديالهم في المدرسه كيجيو يقراو ثاني حتى في الليل كتكون خلاص. نعم، حتى في الليل بعد صلاه المغرب نقرا الحزب في المسجد، قريب لينا بحوالي 30 متر هكذا. كنقراو الحزب انا والتلاميذ ديالي مع الامام ديال المسجد ديالنا السي محمد البوليس حفظه الله لنا، وكنجيو ثاني كنراجعوا خمسة احزاب من المغرب للعشاء، كنراجعوا مع التلاميذ ديالي خمسة احزاب، ومره كنتصنت بالطريقه القديمه، كنتصنت في الشبر كل واحد متصنت واحد ثاني الصغيره ديالي الحزب الجديد او الخمسه الجديده كنسميوها حنا الفقهاء. شحال وصل عندكم دابا ديال الحفاظ ديال القران اللي عندكم؟ الحفاظ اللي عندكم هذا السنه ختموا السكه اللي قرابين مثلا؟ لا، العدد ديالكم اللي عندكم كامل في الكتاب عام هذا السنه هذه؟ المجموعه في الكتاب ازيد من 60 تلميذ وتلميذه، ما بين التلاميذ والتلميذات. نعم، من ناحيه الطاقه الاستيعابيه ديالكم عندكم يعني كافيكم يعني الكتاب وداك الشيء كافي، ولا انكم كتحتاجوا باش توسعوا النشاط ديالكم يعني يكون عندكم؟ نعم نعم، جزاك الله على خير نبهتي لهذه النقطه هذه وهي مهمه. دابا حاليا كافيين شي شويه، ولكن ملي كتجي الصيفيه كيشدوا الدراري العطال وكذا كيوقع الاكتظاظ وشي شويه ديال الزحام عندنا. كنتمنوا من السلطات ومن المحسنين ومن هذا يشوفوا في هذا الامر، وانتم ترون ولله الحمد النتيجه هي ديال دابا حنا كنقوموا بوحديتنا، كنطلبوا يد المساعده من المحسنين ومن السلطات نعم. وبالنسبه للكتاب الان، واش عطا شي مقرئين معروفين دابا ساكوا بعض المسابقات او انهم يعني كي يقوموا بانتاج؟ نعم، منهم الابن تبارك الله عليه حفظه الله لي وحفظ الله جميع ابناء المسلمين، اسامه انتم ترونه دائما الحمد لله الحمد يفوز بالمراتب الاولى، لا على الاقليم، لا على الاقليم العرائش، ولا على فنيدق مدينة الفانيه، لقى فاز بالمرتبة الأولى في السنة الماضية، وفاز بالجائزة الأولى ديال المهرجان ديال إقليم العرائش المجلس العلمي، وشارك في الدوزيام مواهب لتجويد القرآن الكريم بمدينة طنجة، وتأهل للمرحلة الثانية ولم يحالفه الحق. والسنة الماضية ولله الحمد بنيتي فاطمة الزهراء الخليل تأهلت للمرحلة النهائية دوزيام مواهب تجويد القرآن الكريم، وشاركت في مدينة الدار البيضاء واحتلت المرتبة الرابعة ولله الحمد. كذلك هذه السنة شاركت في جائزة محمد السادس نصره الله وحصلت على الرتبة الرابعة ولله الحمد.
هاد السيمانه اللي دارت يلاه جينا يوم الجمعه يلاه جينا من المباراه ديال محمد السادس ولله الحمد وحصلت على الرتبه الرابعه ولعده تلاميذ كتاكيت ولله الحمد ابناء المسلمين يحفظون القران. نعم بقي نقطه اخيره اللي يمكن كيفاش كيدمجوا هاد الاطفال هذا اللي ما قراوش مثلا يدخل التعليم العمومي او يدمجوا في اللي ما قراوش مره او اللي كيقراو مثلا اللي ما قراوش اللي دخلوا الجامع او الكتاب ولا شي ما قراوش في المدرسه يمكن يدمجوا لهم عده خطوات يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى زعما ماشي بعيد زعما ماشي الامر ماشي صعيب ولا شي حاجه ولا ميسر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى سيقول ويسرنا القران للذكر فهل من الذكر يعني مساله سهله الانسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويجي يلتحق باي كتاب حيثما كان ان شاء الله انا بالتجربه ديالي من خلال التجربه ديالي اناث كبار ذكور كبار انقطعوا عن الدراسه المدرسه ولله الحمد التحقوا بالمكتب بالكتاب ديالنا والحمد لله سبحانه وتعالى كانوا لا يتقنون الكتابه ولا يتقنون القراءه ولله الحمد استطاعوا الان ختموا القران مساله اجتهاد و